مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. سلام للجميع. بدنا نعمل لكم ريفيو عن ايش؟ الاوتوماتيك سوب ديسبنسر. هذا اشتريناه من امازون، عباره عن بينزل الصابون لحاله. المهم هذا كويس هلا في الكورونا عشان ما حد يمسك الصابون. طيب خلينا نشوف في البوكس، في كتالوج ما حد بقراه، هذا اللي في كيس. اوكي طيب، شكله هون بيقول لك حط 4 اي اي باتري، تشيك البلس والماينس. طبعا شيء طبيعي، هي هون بتحط الباتري. تعرف تشيك البلس والماينس؟ غلط، بالعكس. لا عكس دي، هاي شو؟ هاي كاتب لك هون برا، هون ماينس، هون الماينس، شايف هون جنبك؟ لا البلس هيك. طيب خلينا نجرب، يمكن يطلعوا غلط، يمكن يطلعوا صح. اوكي هلا شكله، شايفين هاي الشغله هون؟ يا اي ثينك هذا، هذا شكله المكان صح؟ صح. اتوقع هذا المكان، خلينا نحط الصابون جواه. ليش ما تتقبل زازه طلعنا غلط؟ طيب هيك تقريبا استبدلنا. طيب خلينا نجرب هلا، نحطها جواها. صارت كذا، نسكرها. اعتقد هاي لازم تسكر كويس عشان الضغط. واو، نزلناها تحت. روح جيب التويستر، تعرفه؟ تويستر؟ طبعا بعد يمكن 10 دقائق من عملية جراحية رجعنا لهاي، ما قلنا لكم شو سوينا لأن أخذت وقت. فالمهم هاي، هاي اللي دخلت هي زي ربر، بصنا حالنا. المهم هذا إن شاء الله تزبط. خلينا هيك بس، خير. هاي بتسكر عليها زي هيك، طبعا وسخنا الدنيا معلش اعذرونا، هلا بننظف كل شيء. طيب نجرب. أوه ببين لك هون قديش ضايل، حلو. نجرب. في كبسة هون هون، أيوه أعتقد البطاريات غلط، لأنه يا بطارية خلاص. جيب محارم يا آدم بس عشان نمسكها. أعتقد البطاريات غلط، خلينا نجرب. الماينس تحت، البلس هون، الماينس تحت، البلس هون. على كل حال جربنا. طيب هيك بديك بس هاي الكبسة، خلينا نجرب. هيك بس معقول، هيك بس. حط ايدك شيل. هيك بس كمان مرة. اوه نزل اخيرا. طيب بعدين مرة. اه هي لو تعرف وين تحط ايدك، ارفع تحتها. ايه قصة قصة يا جماعة. اوكي لازم تحط ايدك هون. ايه الله اعلم، ايوه هاي شايف تكون هون. المهم انا بروح اغسل ايدينا، يعطيكم العافية. يلا ديروا بالكم. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل